لكل من يشاهدنا على قناة الحرة، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي أنت ونبيلة. مثل كل أسبوع نحرص على اختيار مواضيع تهمكم، ولذا أنتظر مشاركاتكم لي بالدخول إلى صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك، واتركوا لنا تعليقاتكم وبياناتكم وآراءكم. أيضا تابعونا على حساباتنا على تويتر، على إنستغرام، وأيضا على سناب شات. والآن نشاهد معا الفيديوهات التي قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لملايين المرات في الأسبوع الماضي. معنا اليوم فيديو لمحبي الإبحار والصيد، حيث يعرض لنا قارب تم تصنيعه لسهولة حمله ونقله، ويبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ولكن وعلى الرغم من طوله فيمكنكم طيه ونقله من مكان لآخر بسهولة، حيث أنه مجهز بعجلات تجعله خفيف الحركة. أما هذا الفيديو فهو بشرى سارة لأصحاب السيارات في المدن التي تعاني أوقات سقوط الجليد من إغلاق الطرق، حيث تم اختراع هذا الجهاز ليمكن سيارتك من المشي فوق الجليد دون الغرز ودون الحاجة إلى جرف الجليد من الطريق لتستطيع القيادة. هذه اللقطات أتينا بها خصيصاً لمحبي الموسيقى، حيث أثبتت الدراسات أن الموسيقى تقوم بتنشيط مناطق محددة في الدماغ متعلقة بالحركة والانتباه والتعلم والذاكرة، بالإضافة إلى أنها تفرز هرمون السعادة في الجسم، مما يساعد على تحسين المزاج وتخفيف حدة القلق. ولعشاق السفر والتخييم معنا هذا الفيديو لجهاز مصنوع من الألمنيوم والألياف الزجاجية، وصمم ليتسع في حجم جيبك، وهو يمكنك من طبخ طعامك في أي وقت وأي مكان، ويسهل تنظيف هذا الجهاز، كما يمكنك كذلك الاختيار بين 3 أحجام له. ولدينا فيديو أخير اليوم لاختراع صنع لمحبي القهوة، حيث تم اختراع جهاز يدعى نانو بريسو، يمكنك من شرب القهوة في أي وقت. ويعد هذا الجهاز سهل الاستخدام، فقط تضع الماء الساخن وقهوتك المفضلة في الجهاز، وكلما أردت شرب القهوة قم بالضغط على المضخة لتحصل على كوب من القهوة في أقل من 30 ثانية. أما الآن فأدعوكم لتتعرفوا على معلومة جديدة أقدمها لكم في هل تعلم؟ هل تعلم أنه في يناير 2014 حسم الدستور الجديد في تونس مسألة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في فصله 20 نصاً بأن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز؟ وفي الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والاتفاقيات حول أهمية المساواة وعدم التمييز والتهميش بين كافة فئات المجتمع، وتوقيع العديد من الدول في المنطقة العربية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن العديد من الدول في المنطقة العربية تحتفظ بقوانين تمييزية ضد المرأة، والتي تعمل على التقليل من درجة مواطنتها وإبطال واستلاب حقوقها، في زمن كثر فيه النقاش عن ضرورة تمكين المرأة وإزالة كافة المعيقات والقيود التي تعيق تحقيق شراكة حقيقية لها في المجتمع. كان لابد من الإشارة إلى أهمية القوانين والتشريعات في تشكيل أرضية صلبة تنطلق منها المفاهيم الخاصة بحقوق الأفراد رجال ونساء. اليوم نشاهد معا بعض اللقطات قبل المزيد من الحديث عن واقع القوانين فيما يخص المرأة العربية.
نتناقش اليوم مشاهدينا في هذا الموضوع مع ضيفتي عبر القمر الصناعي من القاهرة السيدة انتصار السعيد، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. أهلا وسهلا بحضرتك سيدة انتصار. أول شيء، ما هي أبرز القوانين في العالم العربي التي لا تعطي للمرأة حقوق متساوية في المواطنة؟ أهلا بك يا فندم. في البداية الحقيقة أنه الدول العربية معظمها وقع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز على ضد النساء، ولكن بالرغم من ذلك التحفظات اللي وضعتها الدول العربية على الاتفاقية تسببت في إفراغ الاتفاقية من مضمونها ومن جوهرها، وبالتالي هنلاقي أنه في تمييز ضد النساء في الوطن العربي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هنلاقي تمييز ضد النساء بخصوص قوانين الأحوال الشخصية، هنلاقي تمييز بخصوص قانون الجنسية، بخصوص الحق في التنقل وحرية السفر، هنلاقي تمييز حتى بخصوص القتل بسبب جرائم الشرف، هنلاقي تمييز بخصوص جريمة الزنا وإلى آخره يعني. طيب، ما هو الفارق، خلينا نقول يعني أستاذة انتصار، قانونيا بين المرأة وبين الرجل في قوانين الميراث حول العالم العربي؟ يعني كثير من الجدل بنسمعه على هذا الموضوع. هو طبعا في السنة الأخيرة تحديدا صار الكثير من الجدل بشأن قضية الميراث وبشأن تطبيق القاعدة الشرعية المعروفة للذكر مثل حظ الأنثيين، خصوصا بعد ما تونس بدأت في تعديل القانون بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ولكن تونس هي الدولة الوحيدة عربيا اللي مختلفة كليا في قوانينها عن باقي الدول العربية. الجدل صار من هنا، خصوصا بعد الفتاوى والردود اللي طلعت من المؤسسات الدينية الإسلامية وخاصة الأزهر الشريف، اللي قال انه آيات المواريث نزلت في القرآن محددة الدلالة وهي قطعية، وما ينفعش انه يكون فيها اي تغيير او اي تفسير مخالف. طيب، ماذا عن حقوق اعطاء الجنسية؟ يعني هل من خلال الملفات اللي بتجيكم يوميا بتلاحظوا انه هناك حيف وهناك تمييز في هذا المجال؟ طبعا، يعني على مستوى الدول العربية أنا هدي مثلا بالأردن. الأردن لا تعطي الجنسية لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي. اليمن على سبيل المثال ما بتديش الجنسية لأبناء اليمنية المتزوجة من أجنبي غير في حالتين تم استحداثهم مؤخرا، وهي أن يكون الزوج بلا جنسية أو يكون مجهول الجنسية. تمام. مصر عملت تعديل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، بموجبه أصبحت المصرية المتزوجة من أجنبي أبنائها بيحصلوا على الجنسية المصرية، ولكن تم استثناء أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني من الحصول على الجنسية بدعوى الحفاظ على الهوية الفلسطينية. الاستثناء دوت فضل ساري لغاية سنة 2011، وبعد ثورة يناير المجيدة ابتدى يحصل تغيير نتيجة للحراك الاجتماعي والسياسي اللي حصل في وقتها، وابتدت وزارة الداخلية بتنفذ الأحكام القضائية بشأن حصول أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني على الجنسية. كان في استثناء تاني بيمنع حصول أبناء المصرية ذوي الإعاقة المتزوجة من، يعني الأبناء اللي عندهم إعاقة وهي تكون متزوجة من أجنبي، من الحصول على الجنسية المصرية. والحقيقة أن ده كان استثناء غير إنساني بالمرة، تم إلغائه مؤخرا خلال العامين الأخيرين، ودوت اتجاه محمود الحقيقة. خصوصا انه يعني حضرتك ذكرتي انه وزاره الداخليه تنفذ ربما هذا الاشياء، ولكن التغيير لازم يكون من القوانين بحد ذاتها قبل ما ندخل في السلطات ربما التنفيذيه. طيب استاذ انتصار، لدينا اتصالات هاتفيه مثل العاده فانت ونبيله، ومعنا اتصال هاتفي اول من تونس. معنا اماني. اماني، يعني كلنا عارفين في دولنا العربيه ان تونس ربما من الدول العربيه الرائده في مجال قوانين المتعلقه بالمراه، ولكن
مع ذلك بسألك سؤال عن القوانين اللي انت شايفاها تمارس ضد المرأة في تونس. طيب كنا حكينا في الموضوع ده انه قبل القوانين اللي تمارس على المرأة هي أكثريتها هي الطلاق، هي لحصولها كما كانت في السابق زميلتنا على الجنسية، على العنف، على في 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 حالات اجتماعية وفي حالات سياسية وحالات حتى في العائلية ولا العائلة بحد ذاتها. دونك هنا المرأة تمارس برشا حاجات، تمارس العنف، تمارس حالات الطلاق، تنجم تمارس اللي هي حقها ماهيش باش تاخوه معناها في المجتمع، لكن في قوانين تقول لك لا، تقول لك فما مساواة في الإرث. يعني في القوانين هناك مساواة ولكن التطبيق في فرق يعني؟ نعم القوانين بتقولي أن هناك مساواة ولكن تطبيقها بيكون فيه فرق؟ لا لم يتم التطبيق، لم يتم تطبيقها، لكن لم يتم التطبيق لأن صعوبة العيش هنا فما في مراحل وصلنا للطبقات، فما للطبقة العالية وفما للطبقة الوسطى. إيش معناها؟ معناها الإنسان ما عادش قادر إنه باش يعيش، إيش معناها باش يعيش؟ الراجل ما عادش ينجم، الدنيا تحسها صعبت. فما حاجات علاش يقول لك المراه يلزمها هي مساواه ما بين الرجل، علاش وصلوا للليتاب هذايا؟ علاش وصلوا للمرحله هذه؟ وصلوا لانه المراه يشوفوها هي اللي قاعده تجاهد، اش معناها؟ هي اللي قاعده تقوم الصباح، هي اللي قاعده تخدم، هي اللي تنجم نسبه معينه ولا نسبه خلينا نقولوا قريب نسبه الرجل انها تتحصل على دار، معناها عندها امكانيه في الدار، انها تملك دار. يعني هي يعني افهم من كلامك انه المراه في تونس هي اللي ربما يعني من خلال الاعمال اللي بتقوم بها والمسؤوليات اللي بتشيلها على عاتقها اصبحت يعني كفأة انها يكون عندها هذا الحقوق، ولكن يعني تعد هذه كخطوه اولى ان هناك تشريعات في المجال والتطبيق ربما ياتي في الخطوه الثانيه. خلينا نشوف الدول العربيه الثانيه اللي يمكن الخطوه الاولى فيها لم يعني تطبق بعد، ومعنا اتصال هاتفي من ليبيا. معنا ريم، اهلا وسهلا بك ريم في انت ونبيله. اهلا وسهلا بك يا استاذه نبيله، واهلا وسهلا للساده المشاهدين وللساده الضيوف الكرام. اهلا بك ريم. سؤالي، هل بتعرفي شو هي اهم المجالات اللي تعامل فيها المراه كانها مواطن درجه ثانيه في ليبيا؟ والله الصراحة السؤال هذا سؤال فضفاض جدا، ولو بنفتحوه هناخذه من الوقت، بس أنا حنجاوبك باختصار. يعني هي المرأة أصلا في ليبيا في جميع المجالات تعامل درجة ثانية. أنتم تعرفون أن نحن كنا في عهد قديم، في عهد 42 سنة لا نعرف ما معنى حقوق المرأة. نحن ليس مثل الدول الأخرى كتونس كمصر كالأردن إخواننا، يعني نحن قوانين المرأة شبه معدومة في ليبيا. بس حاليا بعد الثورة وبعد تدخل البعثة الأممية للأمم المتحدة برفع كفاءة نسبة الوعي لدى المرأة الليبية، أصبحنا شيئا فشيئا في بداية الخطوات الأولى. بس خلي نكون معك صريحة، بالنسبة لقوانين في ليبيا تحفظ حقوق المرأة لسه حاليا، يعني نحن حاليا عم نشتغل عليهم على الدستور الليبي. أبسط قانون نحن هلأ قاعدين عم نشتغل مع رفع كفاءة مشاركة المرأة في الحياة السياسية أو في المشاركة السياسية، لأنه نحن بليبيا بسنة 2012 لما صاروا انتخابات ما عملنا نسبة كوتا، يعني ما كانت في كوتا للمرأة مخصصة. هلأ حاليا وصلنا لل 25%، صحيح ما قدرنا نجيبها مثل الشعب التونسي الشقيق نعمل له تناصف، لأنه نحن يعني ما بيصير يعني من أول مرة هيك. هو ربما نقط كثيرة أثرتيها، ويعني بتمنى أن يكون كذلك هناك مشاهدين يكملوا على كلامك حتى نأخذ اختيارات واتصالات كثيرة من دول عربية كثيرة. لازال الحديث مشاهدينا بقية، بقوا معنا نستكمل النقاش بعد هذا الفاصل. قوانين ظالمة للمرأة في العالم العربي. الطفل الصعب كيف تتعامل معه؟ أفضل الزيوت الطبيعية للطبخ بعد الفاصل. رح
ارحب بكم من جديد. وكأن نصف المجتمع لم يكن لقبا كافيا لإعطائها ما تستحقه من حقوق، فبقت على الرغم من ذلك من تحتل النصف الأكثر ضعفا الذي يعلو صوته دائما مطالبا بحقوق لم يمنحها إياه المجتمع أو القانون في الكثير من الدول التي احتفظت بقوانين صارمة ما زالت تمنع المرأة من حقوقها البسيطة في الكثير من دول العالم الثالث، بمجموعة من المحاذير الصعبة التي تختلف من دولة لأخرى ومن ثقافة لأخرى. وصنفت تقارير حقوق الإنسان مجموعة من الدول هي الأصعب فيما يتعلق بحقوق المرأة، وجاء من ضمنها المملكة العربية السعودية، مالي، إيران، موريتانيا، سوريا، مصر، باكستان واليمن، بوصفها دول تفرض القيود على المرأة. ما زالت معي ضيفتي من مصر الأستاذة انتصار السعيد، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. يعني أستاذة انتصار، هل عندك تعليق بسيط على اللائحة ربما من الدول اللي ذكرت في التقرير؟ الحقيقة أنه أنا بأيد اللي جه في التقرير واللي حضرتك قلتيه من شوية، لأنه فعلاً في قيود متعددة مفروضة على النساء في العالم العربي يعني. والحقيقة أنه في تمييز حتى أمام القانون في نفس الجرائم اللي بيتم ارتكابها على السواء من الرجل والمرأة، والتمييز لصالح الرجل على طول الخط. طيب، في نقطة مهمة كذلك بنلاقيها من خلال القوانين اللي خلينا نقول في بعض الأحيان ممكن تظهر غريبة كمادة من مواد القانون في البلاد العربية ينص على تأديب الزوج لزوجته، أو يعني بمعنى أصح ضرب الزوج لزوجته. هل هناك يعني مواد من هذا القبيل فعلا في دولنا العربية وتطبق؟ طبعا، يعني المادة 60 من قانون العقوبات المصري بتعطي حق التأديب للرجل، بمعنى حق ضرب الرجل لزوجته بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. يعني هو لو ضربها ضرب خفيف من وجهة نظرهم يبقى دوت لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو من حقه أنه هو يأدبها. المشكلة بقى من وجهة النظر انه لو حصل ضرب جديد ادى الى كسور او اصابات، يبقى في الحالة دي هو هيتحاكم بقانون العقوبات العادي جدا بنصوص الضرب اللي موجودة في القانون. فطبعا القانون العقوبات المصري قانون قديم جدا، يعني تم اصداره في العشرينات، فهتلاقي العقوبه يعني بتاعته يعني ممكن يكون ضاربها بآلة حادة وتلاقي العقوبه في الاخر حبس شهر وغرامه 10 جنيه. طيب، انا بس عندي سؤال، يعني كان في كلام حضرتك استاذه انتصار من وجهه نظرهم يعني في الاول، ومن وجهه نظر القانون في المره الثانيه لو كان في ضرب ليس بخفيف مثل ما ذكرتي، يعني مين اللي بيعطي وجهه نظره؟ كيف بيحكم في هذا الموضوع؟ مين اللي بيشرع فيه؟ بيحدد انه خفيف ولا مش خفيف الضرب؟ ما احنا خلينا نتفق ان احنا مجتمع بتحكمه العادات والتقاليد والعرف، وادعاء ان العرف دوت جاي من الشريعة الإسلامية وهو ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية على الإطلاق. خلينا نتفق انه كمان عندنا تفسيرات خاطئة للفقه الإسلامي وما زلنا متمسكين بيها. خلينا نتفق انه اي فكر مختلف بيتم يعني البوح بيه ونقول والله عندنا افكار مختلفه تجاه الفقه الاسلامي، على طول بيتم يعني مش بس ان هم يخطئوه، لا ده هو ممكن يكفروه. تمام. فخلينا نتفق ان احنا عندنا مشاكل عديدة بشأن تفسير الفقه الإسلامي، محتاجين خطاب ديني جديد ومغاير، محتاجين كمان بالضبط، محتاجين ان احنا نطبق قوانين اكثر عدالة واكثر انصافا للنساء. يعني انا فعلا كمحامية متخصصة في الدفاع عن حقوق النساء وكمدافعة عن حقوق النساء، انا بكون في حالة ألم شديد لما بلاقي واحدة ست جايالي مضروبة بآلة حادة وعندها كسور وعندها إصابات شديدة جدا،
تمام، وبعدين لانه هو جوزها فبص الاقي الحكم جاي لنا في الاخر عباره عن حبس شهر وغرامه 10 جنيه، اللي هو حاجه مش منطقيه خالص. او ان المسكينه تضطر بعد شويه لو عملت اي اجراء قانوني تضطر للتنازل حفاظا على عيلتها واولادها، وتقول لي اصل عيب ان انا احبس ابو ولادي. الحقيقه انه احيانا بيتم يعني التعامل بشكل قانوني جيد لما بتكون الإصابات شديدة جدا، يعني بيتم فعلا توصيفها قانونا وتكييفها بأنها جرائم، يعني ممكن يوصل الحبس فيها 15 سنة أشغال شقة مؤقتة، ممكن توصل لسجن يعني، ولكن تضطر هي تتنازل بناء على ضغوط من عيلتها ومن عيلته ويقولوا لها أصل عيب تحبسي طيب أبو ولادك. يعني أستاذة انتصار، الكثير من ربما الهفوات اللي موجودة في القوانين التشريعية العربية في الدولنا العربية بتسمح بمثل هذه الممارسات التي غالبا ما تدفع المرأة حقها. هل قامت أي دولة عربية بإلغاء ربما أي من القوانين المناهضة للمرأة في السنوات اللي فاتت؟ هو بيحصل يعني. طبعا خلينا نتفق ان تونس حالة استثنائية وهي الرائدة في الدفاع عن حقوق النساء، فتونس استثنائية للغاية يعني، ودوت من الخمسينات من ايام لما بوركيبة عمل مجلة الاحوال الشخصية او مدونة الاحوال الشخصية. بعدها المغرب برضو عاملة حالة برضو مختلفة. باقي الدول العربية من وقت للتاني بتعمل بعض التغييرات البسيطة، يعني مؤخرا مثلا السعودية لغت التنفيذ الجبري في قضايا الإنذار بالطاعة. تمام. الأردن ولبنان لغوا المادة الخاصة بزواج المغتصبة من الجاني. الحقيقة ان ده كان نص مهين جدا، ويعني يعني بيقضي على اي فرص لإعادة تأهيل الفتاة المغتصبة من جديد وانها تندمج في المجتمع من جديد بتزويجها من الشخص المغتصب اللي دمر حياتها. في تغييرات بتحصل في بعض الأوقات، ولكن ما زالت هذه التغييرات ضئيلة للغاية أمام كم التمييز الذي تعاني منه النساء في العالم العربي. يعني أستاذة انتصار، ربما الملفات اللي متعلقة بهذا الموضوع كثيرة والأمثلة كثيرة مع الأسف خلينا نقول في دولنا العربية. خلينا نأخذ اتصالات هاتفية، ومعنا من الجزائر هواري. أهلا وسهلا بك هواري. هواري، بصراحة هل تعتقد أن سبب وجود قوانين تعتبر ضد حقوق المرأة هي أنها كتبت في عقود قديمة فقط؟ يعني هذا هو السبب، أن القوانين هذه قديمة جايانا من قديم الزمن؟ تحية طيبة أستاذة نبيلة، ويعني وشكرا على هذا الموضوع يعني القيم جدا والذي يحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص، خاصة في ظل يعني الحركات العالمية التي فرضت على الكثير من الدول يعني أن تغير مسارها يعني ونظرتها إلى المرأة يعني ككائن بشري له فعاليته له ثقافيته. يعني إجابة يعني على سؤالك ثم أعرج ربما على ما هو أهم من ذلك، يعني المرأة وطريقة التعامل إليها والنظر إليها يخضع يعني في كثير من الأحيان في الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة إلى الموروث الديني، وبالتالي إذا ما يعني لم يتم الفهم الجيد للنصوص الدينية سيتم التعامل يعني مع المرأة في كثير من الأحيان بإجحاف كبير. يعني تسمحك الأستاذة نبيلة يعني لو تتيحين لي الفرصة كي أتكلم يعني عن بلدي عن الجزائر وتجربته، شكرا، وتجربتها يعني في هذا المجال، وسأعرض يعني هذه التجربة وهي تجربة رائدة على كل حال باعتراف يعني الكثير من دول العالم الأول. فيعني السلطة السياسية في الجزائر يعني سعت إلى تحفيز المرأة للمشاركة في الحياة العامة والسياسية والسعي إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضدها والتأكيد على المساواة بين الجنسين بالقضاء على كل المعوقات التي تحول دون ذلك. دعيني يعني أفهم من كلامك أن هناك بداية تغيير في الجزائر يعني فيما يتعلق بحقوق المرأة وإشراكها ربما في المنظومة المجتمعية. أستاذة نبيلة، يعني
لهذه القضية يعني جذور عريقة في المجتمع الجزائري، وسأعرج عليها يعني من جانب التشريع يعني، وهو جانب مهم. فأول دستور في الجزائر المستقلة سنة 63 و900 و1000 الذي دعا إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الجنسين، كذلك أقر دستور سنة 76 و900 و1000. حلو، طب خليني أتوقف عند هذا الحد. ربما عندما يكون هناك تغيير في السبعينات أن هناك تغييرات في الدستور، مع أنه سواء في الدستور الجزائري أعتقد أو في دساتير كثيرة عربية لازال هناك ربما مجال لتغيير أكبر، لأنه الأيام تغيرت من السبعينات للآن، والمرأة ربما صار ينظر إليها بطريقة أخرى وثبتت وجودها في الحياة المجتمعية بصفة عامة. خلينا نأخذ اتصال هاتفي آخر، ومعنا جمال من كمال من المغرب. أهلا وسهلا بك كمال. كمال، هل بتشوف أنه المجتمع في رأيك عنده دور في تغيير القوانين اللي بتكون جاحفة لحقوق المرأة؟ بالنسبة كيف قالت الأستاذة، بالنسبة لحقوق المرأة عندنا احنا يعني كل مرأة عندنا عندها الحقوق ديالها، ولكن عندنا كاين بعض الرجال اللي بيتعدى على جوزته بالضرب جرح. يعني الراجل اللي بيضرب المرأة، القانون بيكون يعني منصف للمرأة في هذه الحالة ولا لا؟ ما فهمتش. يعني لما الرجل بتقول بيتعدى على زوجته بالضرب او الجرح، هل القانون في رأيك في هذه الحالة يقف جنب المرأة أو جنب الرجل؟ لا، غادي يوقف جنب المرأة. بالنسبة للمرأة عندنا هنا يعني. طيب، هنا في المغرب. حلو، خلينا ناخذ هذه النقطة فقط منك، بشكرك جزيل الشكر على اتصالك، وهذه نقطة مهمة جدا أن القانون يوقف جنب المرأة في حالة ما تعرضت إلى تعنيف حتى من قبل زوجها. اتصال هاتفي ثاني، معنا ريم من تونس، نسرين من تونس عفوا. أهلا وسهلا بك نسرين في أنت ونبيلة. نسرين، شوف رأيك دور البرلمان في تعديل قوانين التمييز ضد المرأة. نحن في تونس مؤخرا كنت تحدثت على العنف، فنحن في تونس صدر قانون عدد 58 من الدستور يوم 11 أوت 2017، يقول أنه يمنع العنف ضد المرأة أو حتى الطفل، العنف بكل أشكال وحتى التحرش الجنسي يعتبر من نوع من أنواع العنف. حلو. طيب، أنه نقطة كذلك مهمة جدا، أنه لازم على المرأة لو شافت أي ربما نقص في القوانين اللي متعلقة بها أو إجحاف مثل ما بنقول في حقها، ممكن أنها ترفع صوتها وكذلك توصل صوتها سواء البرلمان أو الحكومات ويغيروا قوانين بما فيها الدستور. شكرا لاتصالك، وشكر موصول لضيفتي من القاهرة السيدة انتصار السعيدة، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. شكرا جزيلا لحضرتك على كل التوضيحات. مشاهدينا، إذا مواضيع أخرى تهمكم تأتيكم بعد هذا الفاصل. هل تعرفون أفضل الزيوت الطبيعية للاستخدام في إعداد الطعام؟ بكم مشاهدينا من جديد، ما زلنا إذن مع بعض في حلقة اليوم من أنت ونبيلة. وقبل أن نستكمل مواضيع اليوم، دعوني أريكم الصورة التي أحضرتها لكم من صفحات الإنترنت فاخترت لكم. اخترت لكم صورة من حساب النجم العالمي ليوناردو دي كابريو. في الشهر الماضي احتفلنا بيوم الأرض، ونشر دي كابريو لقطة لأحد الغابات المطيرة بجزيرة بورنيو بإندونيسيا لرفع الوعي بأهمية هذه الغابات التي تعطينا نفقات كبيرة من الأكسجين والمياه التي لا يستغنى عنهما في العالم. في أيام الاحتفاء بالأرض، دعونا نتذكر ولو من خلال صورة ما الذي فعلته لنا الطبيعة وما الذي فعلناه بها.
يكبر بعض الأطفال وحدهم ويصبحون أكثر نضجاً وطاعة واستقلالية، ولكن آخرين يكبرون وهم يبكون أكثر من غيرهم، ينامون أقل، ينتقلون ربما من الضحك إلى الدموع في غضون ثواني معدودة. من هنا يجب على الأم أن تتقبل أن بعض الأطفال أكثر تطلباً من غيرهم، وأنهم يحتاجون إلى التشجيع والدعم وكلمات أكثر تشعرهم بالأمان. ويجب أن تعرف الأم في هذه الحالة أن مهمتها هي الاستجابة لهذا الطفل بكثير من الصبر والجهد والحنان. وفي بعض الأحيان يعاني البالغون من صعوبة في فهم والتعامل مع عواطفهم، مما يجعل هذا الأمر مع الطفل أكثر صعوبة. لهذا السبب يجب أن يكون الأهل متفهمين لحاجات هذا الصغير ولطريقة التعامل معه. دعونا نشاهد سويا هذه اللقطات ثم نعود لنستكمل حديثنا. مشاهدينا، أسئلة ونصائح نتناقش فيها اليوم عن الطفل صعب المراس مع ضيفتي في الاستوديو رشا رحيم، الاستشارية النفسية بمركز لايف ووركس للإرشاد النفسي. أهلا وسهلا بك رشا. سأل نور، أول شيء كيف بيختلف ربما الطفل صعب المراس مثل ما بيقولوا على الطفل العادي؟ شو الاختلاف اللي بينهم؟ الطفل الصعب المراس عادة يكون عنده شوية تأخر بمراحل النمو عن الطفل العادي. لما نتكلم عن مراحل النمو ما قصدنا دائما تكون ملتزمة بالعمر، ولكن تكون النمو الذهني أو العاطفي أكثر. وهذا الطفل بطبيعته يكون عصبي أكثر، ما يعرف يعبر عن مشاعره، عنده صعوبة بالتحكم بمشاعره أيضا، غير أنه ما هو ما يعرف يتمالك أعصابه لما يكون عصبي. يكون عنيد، يكون مزاجي، يكون بيتحدى أهله شوي. بس بيقولوا كذلك رشا أنه بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان هاد الأطفال اللي بيكونوا صعب بالتعامل معهم بيكونوا أذكى من الأطفال العاديين، يعني صحيح. بيكونوا أذكياء جدا وذكائهم بيكبر لحد ما يوصل ربما للمراهقة، فبيصيروا يعني فاهمين الموضوع كثير، يعني صحيح. تحس أنه يعني هذا غير التأخر اللي ممكن يكون عند الطفل، يعني حتى نتفهم أنه صعب المراس، يعني حتى الذكاء ممكن يكون عائق. الذكاء اللي هو يكون غير مناسب لعمر الطفل ما يقدر يستوعبه، ممكن يحفز عنده بعض الصعوبات بالتعامل مع الآخرين أو التعبير عن نفسه، يكون ما عنده اللغة أو الطريقة بالتعبير عن نفسه، ما لها أي علاقة بالذكاء. بالعكس، عادة هذول الأطفال اللي بيجونا في مثلا في الشغل في المركز كثير أذكياء، وأصلا ذكائهم يكون فوق العادي، بس ما عارفين كيف يعبرون ولا الأهالي عارفين كيف يتعاملون معهم. طيب كيف نتعامل معهم؟ شو الطريقة المثلى بالنسبة للعائلة والأسرة أنهم يتعاملوا مع هذا الطفل صعب المراس؟ شوفي، عامة يعني تربية الأطفال موضوع صعبة وشاقة، بس خصيصا مع الأطفال الأطباعهم شوي تكون صعبة. الأهل محتاجين حب أكثر، تفهم أكثر، صبر أكثر، محتاجين قوة تحمل أكثر. غير ذلك أن إذا أنا أريد طفلي يكون هادي، ما لازم أنا أكون عصبية، يعني كيف أطلب من طفلي يكون طبع أنا ما قادر أقوم فيه؟ فلازم أنا أكون قدوة للسلوك الصحيح عن طفلي. غير ذلك لازم يكون في قوانين واضحة منزلية وفي عواقب لسوء التصرف. غير ذلك يعني سوء التصرف لازم يكون كمان واقعي ومنطقي وإلى علاقة بالغلط اللي حصل، ما يكون مبالغ فيه. فهم قصدي؟ ماذا عن تصرفات هذا الطفل؟ يعني
يعني شو ردود الأفعال السليمة ربما لمواجهة التصرفات اللي في بعض الأحيان ممكن تستفز الأهل في كثير من الأحيان؟ صحيح، أكيد الله يساعد الأهل. الكثير من التصرفات مثل ما قلتي ممكن تستفز الأهل. ننصح طبعا الأهل دائما أن يكونوا عندهم شوية من الهدوء والحكمة وطولة البال، وكيف يساعدون أطفالهم أن يعبرون عن مشاعرهم بدل أن يتجهون للعصبية. مثل ما قلنا لازم الأطفال يكونوا فاهمين عواقب سوء السلوك، وعواقب سوء السلوك تكون واقعية ومنطقية ومرتبطة بالامتيازات اللي عندهم. يعني إذا الطفل مثلا عنده يحب الآيباد أو يحب التلفون أو يحب نشاط معين، هي هتكون سبل للعقاب. حلو، يعني إحنا نعاقبه على طريقة ما بالحاجات اللي هو بيحبها ويفتهمها كمان. غير ذلك لازم دائما نحاول نستمع لطفلنا ونفهمه وما نجادله ونحاور وندخل معاه نقاش، لأنه ما حنفوز بالنقاش وهاي حتزيده عناده. لازم يكون في صرامة بس في محبة وتفاهم واستماع. طب احنا بس يعني نذكر رشا، الضرب مش حل لهذا المشاكل. بالعكس، لازم الواحد يكون واضح، لانه طبعا كثير من الامهات والاباء كذلك لما بيوصل يعني يوصل الحد يوصل الحد الماكسيموم اللي ممكن هو يدري فبيضطر يضرب او يدفع او يعني او يكون يعنف شويه. صحيح، لازم ناكد على هذا النقطه انه هذا ما بيجيب نتيجه. بالعكس، اصلا يجيب رده فعل عكسيه. انت اذا تبين الطفل يكون هادي ومتزن، انت لازم تكوني هاديه ومتزنه حتى لما هو يتعصب. انت قدوة للهدوء. أما إذا أنا أستعمل العنف والعصبية، أنا قاعد أعلمه غير تلقائيا، أنا يتعلم مني هذا هو السلوك الصحيح. وبالعكس طبعا هاي تعمل له يعني مشاكل نفسية بالمستقبل، وتعمل له ممكن اضطرابات نفسية تكبر معه وتتفاقم الأمور. فالضرب أبدا ما يجيب أي نتيجة. نبتعد عن الضرب بطريقة يعني كبيرة جدا. طيب رشا، عندنا اتصالات هاتفية. معنا اتصال هاتفي من عبد العزيز من اليمن. أهلا وسهلا بك عبد العزيز، أنت ونبيلة. احكينا عبد العزيز، هل بتعرف الفارق يعني بين سلوك الطفل صعب الشخصية وبين الطفل العادي؟ شو اللي من خلالك أنت بتشوف أنه هذا الطفل عنده سلوك صعب وشخصيته صعبة؟ طبعا هناك في فرق بين الطفل صعب الشخصية والطفل السوي. صفات الأشخاص المشاركون هم أولا فقدان الاستقرار والسكينة، ولا يمكنهم الجلوس في مكان واحد بهدوء وسكينة. العب وشدة الانشغال بالنفس وحب الذات والأنانية. يستقرون النبض اللازم ولا يمكنهم النظر إلى الأمور نظرة واقعية. قلما يظهر البعض منهم بين الجماعة وتواجدهم بين الآخرين قليل. التهرب من المدرسة والواجبات المدرسية، ولا يبدون رغبة بالدراسة والتعلم. أمالهم وتوقعاتهم غير معقولة ولا أساس لها. عدم القدرة على تخمين توقعات وأمال الآخرين المعقولة والمقبولة. يعني يتسلل أغلبهم بشدة العبوس. ما شاء الله يعني عبد العزيز، انت رصيتنا تقريبا يعني ابرز الاشياء اللي من خلالها بنفهم انه طفلنا هو غير عادي 100%، وانه صعب بالمقارنه مع الاطفال الثانيه. عبد العزيز شكرا جزيلا على مشاركتك. ومعنا اتصال هاتفي من الجزائر، معنا روزان. اهلا وسهلا بك روزان، فانت ونبيله. روزان، شو هي برايك افضل طرق للتعامل مع الطفل صعب الشخصية؟ يعني من شوية عبد العزيز كان بيقولنا كيف بنعرف أنه طفلنا صعب الشخصية. طيب عرفنا أنه الطفل صعب الشخصية، كيف برأيك نتعامل معه؟ برأيي نتعامل معه، أنا عند الطفل على كل حال على حسب مرة نشوف شخصيته كما هك، صعبة قوية، وكيفاش نتعامل معه. تعاملت معه بعنف ما لقيتش تمام، ما جبت حتى نتيجة. بديت نمشي معه بالهدوء، مع على حساب رأيه هو، على حساب نقعد معه نحاور نشوف عقليته وين راهي رايحة. المهم تما النتيجة اللي خرجت هي الهدوء، كنفقد الهدوء. هو عنده كم سنة طفلك روزان؟ نعم، كم سنة عنده طفلك؟ 10 سنين.
10 سنوات. اها طيب، شكرا على اتصالك روزان. ربما يعني السن بالضبط اللي بتكلم عنه هو بيكون اوج، يعني تقريبا ما يسبق المراهقه، فبيكون اوج ربما صعوبه التربيه في الاطفال، خصوصا لو يكون طفل صعب يعني يلبي كل هذه الشروط اللي ذكرها عبد العزيز واللي ذكرتها من شويه. طيب ناخذ اتصال هاتفي اخر من ليبيا، معنا لجين. اهلا وسهلا بك لجين. لجين شو بتعرفي يعني شو الطرق اللي ممكن بها أننا نهذب الطفل صعب المراس، أننا نعاقبه مثلا لو عمل شيء خطأ؟ والله شوف نقول لك السلام عليكم جابر حبيبتي. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لي أنا ولدي ما جربت معه ثلاثة طرق. أني نعاقبه أو مثلا يعني هو راسه كاسح يعني عنادي يعني حتى يبروني، عنده طريقة حتى لو دخلت للدار يعاود يطلع ويبروني. يعني جربتي اي يعني طرق؟ قلتي جربتي معاه ثلاث طرق، اللي هي شو؟ جربتي تكوني مثلا هادئه؟ نضرب اضرب. جربتي العنف؟ اي جربت، ومع هذا ما نفعش. طيب جربتي العنف؟ جربتي الهدوء؟ شو جربتي ثاني؟ ودون نبر ولا نشري له حاجه، نقول له ولدي تو تعاقل ناخذ لك كذا ندير لك مثلا اللي خاطر يدير اللي في راسه، وهو عمره 5 سنوات على فكره. اوه طيب يعني لكن مع يعني في العمر هذا صعب اني بنتعامل معه، ما عادش عرفت وسيله نتعامل معه. صح صح. طيب لجين خليكي معنا، ربما يعني رشا عندك شيء نصيحه ممكن، لانه 5 سنين بتقول لك العنف ما زبط، الحوار ما الحوار كذلك والعقاب يعني في بعض الاحيان ولا شيء زبط. هو العقاب طبعا مفيد لسن معين، لقبل المراهقه، قبل ما الولد بدري كثير ما حيكون مناسب لعمره، لازم العقاب مناسب لعمره ولازم مناسب لعقليته العاطفيه، يعني انه يقدر يفهم معنى العقاب. بهذا السن من سن 4 إلى سن 8 سنوات ننصح احنا الاخصائيين النفسيين ان يكون العقاب متعلق بالامتيازات اللي عند الطفل، يعني اخذ منه شيء بيحبه مثل تلفون أو آيباد أو نشاط بيحبه. هذا الشيء الوحيد اللي أنا أقدر أحفزه للتغيير، يعني للسلوك التغيير. ما أعقبه شيء صعب أن ندخله مثلا نقفل عليه أو نعمله من هذا الأشياء. لا. لسه يمكن ما يستوعبها الطفل، لسه ما يستوعبها. ولكن طيب، بين سن 5 ممكن تستعملي موضوع التايم آوت، كثير من الأهالي بيعرفون موضوع التايم آوت، أنه فرصة زمنية يتوقف اللعب ويكون يحاول يستعيد راحته النفسية إذا هو منفعل. طيب نتمنى أنه يعني يا رب يوصلوا هذا كل هذه النصائح لكل المشاهدين اللي بيعانوا مع أطفال. شكرا جزيلا لوجودك معي رشا رحيم، استشارية نفسية بمركز لايف ووركس لإرشاد النفسي. شكرا جزيلا لك. شاهدينا أيضا فاصل قصير ونعود إليكم بعده، ابقوا معنا. هل تعرفون أفضل الزيوت الطبيعية للاستخدام في إعداد الطعام؟ من جديد، تصطف على رفوف السوبر ماركت عشرات وعشرات العبوات الزيتية المختلفة. هناك زيت بذور اللفت وزيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت النخيل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والسمسم والجوز واللوز وبذور العنب، ناهيك عن السمن البلدي والزبدة والمارجرين. والقائمة تطول وتطول لتبقى ربة المنزل في حيرة من أمرها. ما الفرق بين كل هذه الأنواع؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الصحي؟ جميع مصنعي الزيوت يدعون أن زيوتهم هي الأفضل، وقبل تحديد أي زيت أفضل للطهي يجب تصنيف الدهون إلى نوعين، الأول هو الدهون المفيدة والثاني هو الدهون غير المفيدة، استنادا إلى مدى فائدتها للقلب وقدرتها على رفع أو خفض مستوى الكوليسترول الكلي في الجسم. اليوم نتناقش في أقل الزيوت ضررا على الصحة وفي مزايا استخدام الزيوت الطبيعية، ولكن بعد أن نشاهد معا هذه اللقطات.
مشاهدينا للنقاش أكثر اليوم من لبنان ضيفتي نادين عنداري حلبي أخصائية التغذية بعيادة كوزمي سيرج. أهلا وسهلا بك. يا أهلا نبيلة. أول شيء شو الفروقات بين الزيوت الطبيعية والزيوت المهدرجة والزيوت المصنعة؟ نعم، هلأ هو إجمالا بس نحكي إنها الزيوت المهدرجة هي بشكل عام عبارة عن زيوت نباتية تعرض للهدرجة، يعني بيضاف لها هيدروجينز لحتى نغير تركيبة الزيت من تركيبة زيت سائل على درجة حرارة الغرفة إلى تركيبة دهن بيصير جامد أكتر. أوكي. وشو الغرض من هالتحويل هيدا؟ الغرض أنه أنا بيصير فيه استخدم زيت مدة صلاحيته بتكون أطول، الزيت بيصنع بكميات كتير كبيرة وبيكون جداً رخيص لاستخدامه بتصنيع الطعام بشكل عام، وبنفس الوقت بضيف نكهة مميزة للأكل، وإجمالاً بنحافظ على هالنوع من الزيوت على درجة حرارة الغرفة منه بحاجة للتبريد. أوكي. فهو بشكل عام بيبقى نوع من الزيوت اللي بيستخدم فيه الطعام المصنع. هلا الدهون المهدرجة هذا كله كان الزيوت المهدرجة. نفس الشيء إجمالا بالزيوت المصنعة. أوكي، في تقارب إجمالا بالاثنين. الزيوت المصنعة كمان ممكن تكون الزيوت اللي بتتعرض بتتكرر يعني بشكل كتير كبير، وبالتالي بتصير بتفقد من خصائصها اللي هي مثلا بيبقى فيها بتحتوي على كميه كبيره من مواد تقاوم التاكسد، فاذا انا عرضت الزيت للتصنيع بيفقد هالمواد هيدي بشكل كثير كبير. أوكي. والزيوت الطبيعيه بنقول عليها طبيعيه لانها لا تضاف لها هيدروجين صحيح ولا تعرضت للتكرر صح، وكمان ما بتكون يعني صحيح، وهي اجمالا بتبقى معصوره عصره بارده بنقول عنها كولد بريست، وبنفس الوقت ما بتتعرض لدرجة حرارة عالية، فبالتالي ما بيطبخوها لا ما بتنطبخ، لا بتنعصر على البارد، بتبقى أوكي. عصرة أولى إلى حد ما، يعني مثلا عم نحكي عن زيت الزيتون بنقول بالإنجليزي عنه بنقول إكسترا فيرجن أو الزيت الأولي، وبالتالي بيبقى بحافظ على نسبة أعلى من المواد التي تقاوم التأكسد بالجسم مثل مثلا بوليفينولز ستيرولز، بيبقى فيه كمان نسبة أعلى من فيتامين إي. حلو. فصحيا الزيوت النباتية الصحية تبقى أفضل، بس بدي أعرف أنا أختار أي نوع من الزيوت النباتية. هذا هو السؤال الكبير، علامة الاستفهام الكبيرة، إنه صحيح نبيل. أي نوع نختار؟ صح. قبل ما نجاوب على هذا السؤال، شو في زيوت في العالم؟ يعني أنا من شوية كنت بذكر في السوبر ماركت، يعني في يعني تقريبا لا تعد ولا تحصى، يعني تقريبا 50 نوع أو أكثر صح من الزيوت. صح. شو هي أشهرها اللي أنتم بتستخدموها كأشخاص يعني بيعتنوا بصحتهم؟ نعم، هلا اذا احنا بنحكي مثلا عن الوطن العربي بنشوف اكثر شيء الزيوت المستخدمه هي مثلا زيت الذره، زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون بيستخدم كمان بشكل كتير كبير. مؤخرا صار عم نشوف اكثر استخدام مثلا لزيت جوز الهند، زيت السمسم الى حد ما في الاطباق الاسيويه. اذا عم تساليني انا كاخصائيه تغذيه شو بستعمل، انا اكثر شيء بلجا لاستخدام زيت الزيتون، وبستعمل زيت جوز الهند اذا كنت عم بطبخ شيء من المطبخ الاسيوي، شيء صيني او مثلا طبخ ياباني. فبالتالي يعني حتى زيت الزيتون اللي حضرتك ذكرتيه، نعم. هل ممكن تسخنيه، يعني هل بتستعمليه في الطهو في نعم. الطبخ؟ نعم، كان في اعتقاد سائد من زمان انه زيت الزيتون بينحرق بسرعه، فبالتالي انا او بيتعرض للاكسده بشكل كتير كبير، فبالتالي كنا دائما ننصح بعدم طهي زيت الزيتون، نستخدمه فقط على البارد بالسلطات إلى آخره. ولكن جرت دراسات متعددة مؤخرا عم بقارنوا الزيت الزيتون بزيوت نباتية أخرى بتستخدم بشكل يومي بالمطبخ، تبين أنه زيت الزيتون عند تحميته أو عند الطبخ فيه ما بيتعرض للأكسدة بهالشكل الكبير مثل ما كان معتقد. فمسموح إنه نطبخ فيه. مسموح إن إحنا نطبخ فيه، بحافظ على يعني عدد معين من هالمواد التي تقاوم التأكسد بالجسم. حلو. وتبين أيضا كمان نقطة جدا أساسية، لأن كان دائما الاعتقاد السائد إنه فقط ممكن نستخدم الأكسترا فيرجن أوليف أويل أو زيت الزيتون الأولي أو معصور على البارد، وهو هذا الأفضل للطهو، ولكن بينت العديد من الدراسات إنه حتى لو استخدمنا زيت الزيتون المكرر أو الريفايند كمان بيكون عم بيعطي نفس المفعول.
طيب نادين، عندنا اتصالات هاتفيه ومعنا اتصال هاتفي من المغرب. معنا امينه. امينه اهلا وسهلا بك. امينه، شو رايك، شو اقل الزيوت المستخدمه في الطبخ ضررا للصحه، يعني اكثرها واحسنها صحه لينا؟ اول حاجه السلام عليكم، وانا مشرفه انني نشارك معكم في هذا البرنامج الرائع، برنامج الزوين كيف ما كنقولوا احنا. وفي نفس الوقت كنشكر الأستاذة الأخصائية في التغذية اللي كل مرة كتجيب الجديد وكتنصحنا به في التغذية اللي كتكون متوازنة للصحة ديالنا. أما بالنسبة للزيوت اللي مهمة واللي ما كتكونش مضرة بالنسبة للصحة ديالنا، وأنا بالنسبة لي كشخصيا أن زيت الزيتون كيلعب دور مهم في الحياة اليومية ديالنا والتغذية ديالنا، خصوصا انه في المغرب عارفين انه امينة زيت الزيتون يعني الحمد لله مع انه سعرها غالي ولكن متواجد بكثرة، فممكن انه يكون حل جيد لكل السيدات اللي بيتوهوا في السوبر ماركت من شو يختاروا. شكرا يا امينة على اتصالك، وبنتمنى انك تكملي اهتمام بصحتك وصحة الناس اللي بياكلوا من خلال اللي بتطبخيه. شكرا ليكي. واتصال هاتفي اخر من مصر هذه المرة، معنا رنا. اهلا بك رنا في انت ونبيلة. رنا، هل بتعرفي شي أضرار على الزيوت المهدرجة والمشبعة؟ عمرك سمعتي عن المخاطر اللي بيحكوا عنها دايما؟ دايما بيقولوا ان هي بيكون فيها مواد مسرطنة، او ان هي بتقفل الشرايين اللي بتوصل الدم للقلب، وهي اللي بتسبب الأزمات القلبية بعدين. فهي في أمراض القلب كلها بيقولوا مرتبطة بالزيوت المهدرجة. صح، وهي يعني نقطة صحيحة يعني. صح، نادين بتأكد عليها أنه هذا كلها عندها علاقة بالسرطان وبمشاكل القلب ومشاكل اللي هو ربما متعلقة بالسكري إلى حد ما. هون عم نحكي نحن عن الدهون المهدرجة مش المشبعة، لأن هلأ صار في كمان تغيير بالنصائح بالنسبة للدهون المشبعة، ولكن المهدرجة هالكلام صحيح 100%، لأن بيساهم بارتفاع الكوليسترول السيء وبيؤدي إلى انخفاض في الكوليسترول الجيد. نتمنى أننا نبعد عليها ما أمكن. شكرا جزيلا لكل النصائح ولكل ربما التوضيحات اللي أخذنا منك اليوم. نادين عنداري حلبي، أخصائية التغذية بعيادة كوزمي سيرج، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الشكر موصول أيضا لكم متصلي ومشاركي برنامج أنت ونبيلة. انتهى وقتنا لليوم، ولكن طوال الأسبوع نتابع مشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سجلوا بياناتكم على صفحة الفيسبوك وسنقوم بالاتصال بكم. تابعونا على تويتر وإنستغرام، وأراكم الأسبوع المقبل. دمتم بألف خير.